بعد ذهبية الخليج وبرونزية غرب آسيا، استحقاقات تنتظر منتخب البحرين للسيدات لكرة الفوتسال. الأيام الرياضية متواجدة في التدريبات لرصد أجواء التدريبات والتحضيرات الاستعدادية لهذه البطولة، فخلكم معنا. بالتحدي والإرادة تستمر تدريبات منتخبنا الوطني للسيدات لكرة الفوتسال، حيث يعمل الجهازين الفني والإداري على إعداد الفريق للمشاركات القادمة. بدينا يمكن قبل 4 شهور تحضير حق الاستحقاقات القادمة، أهمها كان التركيز على بطولة الألعاب الآسيوية داخل الصالات اللي كانت ستقام في نوفمبر في تايلاند، لكن تأجلت لفبراير. الفرصة أتيحت لنا نحن نستفيد من بطولة ودية مستحدثينها تايلاند في بداية شهر 9. اليوم مشاركتنا في هذه البطولة الدولية الودية بمشاركة منتخبات مثل اليابان، مثل تايلاند، مثل أستراليا، أعتقد فرصة كبيرة حق اللاعبات أنهم يخوضون تحديات أكبر، مستوى أعلى. الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي لينو بمعاونة مدرب اللياقة البدنية المدرب الوطني محمد الشرقاوي، استطاع في فترة قصيرة أن يكون فريق متميز ينافس على المستوى الخارجي. احنا فريقنا فريق ناشئ في اللعبه، لعبه الصالات، لكن في تطور ملحوظ بقياده طبعا مدرب لينو، قاعد يركز بشكل جدا دقيق على انه هو يطورنا، والحمد لله انه في تطور يعني كلنا كفريق. طبعا وايد استفدنا منه، عنده تكتيكات وعرف يتعامل ويا الطاقم النسائي الموجود. يمكن أكبر استفادة طلعنا فيها إن إحنا طالعين من العشبي ورجعنا الصالات، وكان هاي فترة وايد صعبة، بس قدرنا نستفيد بأقصى استفادة وقدرنا نتعلم اللعبة بسرعة، وحاول يسوي لنا فيديوهات وكذا طريقة عشان نتعلم منها، والحمد لله قدرنا نوصل بالمستوى المطلوب، وإن شاء الله هالمستوى يكون يشرفنا في البطولة الجاية إن شاء الله. البطولة الدولية الودية اللي راح تقام في تايلاند راح تكون هي نقطة الاستعداد الحقيقية للاعبات منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 6 للصالات المغلقة، واللي راح تقام في تايلاند في فبراير القادم. والجهاز الفني لمنتخبنا وضع أهدافه اللي راح يسعى لتحقيقها من خلال هالمشاركة. أكيد الأمور البدنية راح تكون جزء من التحضير، لكن كعامل أساسي كان الاحتكاك من خلال هذه البطولة، فهم كثير من تفاصيل اللعبة اللي ممكن اللاعبات قاعدين يأخذونها بشكل نظري أو يأخذونها بشكل عملي في حصة تدريبية راح تختلف معهم لما تكون من خلال مباراة رسمية، فما بالك إذا كانت هذه المباراة رسمية مع منتخب قوي عالمي مثل اليابان أو منتخب مثل أستراليا. فكثير من التفاصيل اللي إحنا حابين نستفيد منها من خلال هذه البطولة الدولية الودية، واحد من هالجانب البدني، لكن الأكثر أن اللاعبات يعيشون أو يكتسبون خبرة أكبر تعطيهم فيجن أكثر داخل الملعب. اليوم ممكن أنا أدرس كل الأمور بشكل نظري على سبورة أو أطبقها في حالة تدريبية، في وضع المباراة راح تختلف كثير من الأمور، من العوامل النفسية، من التعامل مع المنافس، من أفكار المنافس، أنا شلون أقدر أقرأ وأتوقع تحركاته أو خطط لعبه. هذه الأمور ما راح تقدر تغطيها في الجانب النظري أو حصص تدريبية، لازم تخوض مباريات رسمية أكثر عشان تستفيد منها. بعد ذهبية الخليج وبرونزية غرب آسيا، المعنويات عالية والطموح هو عنوان وشعار لاعبات منتخبنا لحصد المزيد من الإنجازات وتمثيل مملكة البحرين بصورة مشرفة. نبتدينا عدودنا من شهر 3، الحمد لله يعني بعد ما حصدنا الثالث في غرب آسيا وحصدنا الأول في البطولة الخليجية، طبعا هاي دافع نفسي جيد ان احنا نواصل على هالأداء، نواصل على تألقنا، وان شاء الله رب العالمين يعني يوفقنا. يعني انا اقول ان احنا طموحاتنا دائما عالية نفس ما الشارع الرياضي، ودائما نطمح ان احنا نمثل البحرين خير تمثيل، و يعني سواء كانت على مستوى الخليج أو على مستوى آسيا أو على مستوى العالم، دائما نتمنى أن احنا نحط بصمتنا وين ما تكون ونشرف البحرين.